لكن على الصعيد الشخصي الآن وعلى ذكر المنطقة العربية، هناك الآن إيقاف للتعليم، إيقاف يعني عمل من ليس ضروريا له أن يذهب للعمل، إيقاف لوسائل المواصلات في بعض الدول، حظر تجوال في بعض الدول الأخرى، لكن على الأقل كل من يمارس الحجر الشخصي في منزله يذهب للتبضع. ما هي أفضل السبل للوقاية الشخصية عندما نذهب فعلا للتبضع ونعود إلى المنزل باختصار شديد لو سمحت؟ سؤال كويس جدا. هي فيها شقين، شق من الدولة نفسها، وأحسن مثال نقدر نتكلم عليه هو مثال إيطاليا، إن يبتدي تحدد أماكن معينة للنزول في ساعات معينة، وخصوصا ساعات لكبار السن. يعني لازم التبضع في الأماكن والشوبينج سنترز وأماكن التبضع للأغذية الأساسية يبقى لكبار السن في ساعات معينة لوحدهم، ويتم تطهير المكان قبليها وبعديها. لو احنا نازلين نتبضع في مكان مش زحمه، مش محتاجين جوانتيات نلبسها في ايدينا، محتاجين ممكن الماسك الطبي فقط واحنا بنتبضع كده يترمي، لو مش موجود مفيش مشكله، يعني الموضوع مش متفاقم للغايه. محتاجين ان احنا لو بنلمس اي حاجه بايدينا، في قاعده سهله جدا ان انا امسك اي حاجه هشتريها بايديا اليمين سوري بايديا الشمال وما استخدمش ايديا اليمين تماما، ولو هلمس وشي هلمس اي حاجه في جسمي المسها بايدي اليمين، اخصص ايد للتعامل مع الاشياء الخارجيه وايد للتعامل مع نفسي. لو فضلت كده لغايه ما ارجع البيت هيبقى دايما ايدي الشمال هي اللي انا محتاج اطهرها اكتر واخد بالي منها، واتعود ان ايدي اليمين هي اللي بتلمس وشي بستخدم بيها اي حاجه انا بستخدمها شخصيا زي الموبايل او اي حاجه تانية. ده القواعد الجديده. الحاجات الاساسيه دي احنا قلناها كتير جدا، فكره غسيل الايدين قبل الخروج والدخول، وفكره اساسيه جدا ان انا قبل ما ادخل البيت اسيب جراثيم الشارع في الشارع. يعني وانا داخل البيت اسيب الجزمه على الباب، اقلع كل الهدوم، اخد شاور، ابتدي اتعامل مع الناس اللي في البيت بحذر لغايه ما اتاكد ان انا تماما معيش اي حاجه من بره لسه معايا جوه البيت زي اللابتوب او الموبايل او حاجه. الحاجات دي برضو لازم يتم مسحها. وده سريعا جدا بعض الاحتياطات الجديده. الأموال التي نستخدمها يعني كثيرا في الدول العربية حتى هذه الساعة. أشكرك جزيلا دكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة، كنت معنا من القاهرة، ونعود إلى الولايات.